تعرف بجمعية الجمارك المغربية وأصبح فريق. بعد ذلك غير التسمية وقام بالانتصار بالبطولة الدوري الوطني في سنة 1972 وغير اسمه ثانية في 80. هدف مميز ياتي في هذه اللحظات، الهدف الذي ياتي في هذه اللحظات من جانب فريق الراسينغ البيضاوي او من جانب فريق السريع واتسون. نعم واتسون تفعلها وياتي الهدف الاول في مباراه اليوم على بعد تقريبا 10 دقائق واقل من ذلك من نهايه الجوله الاولى. عبد الله مهدي كره مميزه داخل منطقه الجزاء والراسيه من عبد الله ديارة، من عبد الله لعبد الله، لكن ديارة في الشباك براسيه بديعه ممتازه. 1-0 في مباراه اليوم، 1-0 في مباراه اليوم. الحماس كبير والرغبه جامحه لوضع الكره في الشباك. الفريق فريق سريع واتسون، فريق المحلي يضرب بقوه وهذه الجماهير سعيده رغم الامطار رغم العامل المناخي، لكن تتابع والعلم الوطني حاضر. نعم هم سعداء، هم سعداء، هم يتابعون ويواكبون. هذه دقه في العمليه، دقه في بناء الكره، دقه في صنع عمليه هجوميه بشكل مميز. رفع هدف لفريق سريع واتسون، هدف شاف لحظة حاسمة، هدف يؤزم وضعية الراسينغ البيضاوي. بالفعل طريقة جميلة دخول داخل منطقة الجزاء وإنهاء الكرة بشكل مميز. نعم شاهدونا اختار المكان المناسب عماد رحولي، وضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الثاني في المقابلة. عماد رحولي اللي دخل بديل مكان هشام العروي تمكن من وضع الكرة في المرمى، وفرحة طارق مصطفى الذي يعانق. كرة ممتازة، هدف، هدف ياتي في هذه اللحظات، هدف تبديل الفريق. هي مباراه في كره القدم لا تحسم الا بصفره الحكم، وهدف